بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. زي ما تعودنا كل يوم حد واربع بنكون مع بعض عشان نتناول اهم الاحداث اللي حصلت على الساحه الرياضيه في الالعاب الاخرى داخل جدران النادي الاهلي محليا وايضا عالميا. بنكون مع بعض من 8 ل 9:30، وزي ما تعودنا الحلقه بتبقى عباره عن جزئين. الجزء الاول فيه مجموعه من الاخبار، يبقى معانا مداخلات، بيبقى معانا اخبار مهمه تهم جمهور النادي الاهلي خاصه وجمهور الرياضه طبعا بشكل عام. في الفقره الثانيه الفقره الحواريه، زي ما حضراتكم عارفين احنا بعد اقل من شهرين هتنطلق فعاليات اولمبياد طوكيو 2020، وخلينا اقول لحضراتكم ان هي بنفس الاسم 2020 بالرغم انها تتلعب في 2021، ويمكن البطوله دي كانت تتلعب السنه اللي فاتت بس طبعا بسبب جائحه كورونا تم تاجيلها للسنه دي. فطبعا انتوا عارفين الاداره الاولمبيه بتبقى كل اربع سنين، يمكن 2016 كانت في ريو دي جانيرو في البرازيل، كان المفروض تتعمل في 2020، فهي اترحلت بقت في 2021، ولكن اللجنه الاولمبيه الدوليه حافظت على اسمها برضو اولمبياد طوكيو 2020، وكان الهدف من كده ايه؟ انه ما تاثرش على الاولمبيات اللي جايه 2024، لان هتبقى كمان ثلاث سنين فيبقوا ماشيين ومحترمين دايما مواعيد البطوله. طبعا اكيد عندنا ابطال كتيره تاهلوا، واحنا كبرنامج الابطال الحقيقه عرفناكم بمجموعه منهم. يمكن كان معانا محمد مجدي حمزه قبل كده وشفنا استعداداته وشفنا تاهله ازاي الاولمبياد حصل، وكان معانا من حلقتين جانا فاروق نجمه طبعا الكاراتيه وبطله العالم، واول مره او اول مشاركه اولمبيه للكاراتيه هتبقى طوكيو 2020 دي. والنهارده يكون معانا بطل ونجم جديد وتاهل بالفعل الاولمبياد واحد المرشحين بقوه لميداليه، ويمكن ارقامه هي اللي قالت كده، ومشاركته في بطولات العالم هي اللي قالت كده، ومشاركته في افريقيا والعرب والبحر المتوسط هي اللي قالت كده. هيكون معانا مصطفى الجمل لاعب رمي المطرقه. الحقيقه احنا بننتهز فرصه ونجومنا وابطالنا المتاهلين للاولمبياد يبقوا موجودين في ارض الوطن عشان نعمل معاهم لقاءات، لان الحقيقه احنا ده دورنا كاعلام ان احنا نعرفهم بيكو ونعرفكم قد ايه هم بيتعبوا. مش بس التعب في كره القدم، اكيد كره القدم معشوقه الجماهير، التعب فيها بيبقى اكيد الناس كلها متابعاه بسبب الميديا والاعلام وحب الناس لكره القدم، ولكن الالعاب دي وخاصه الالعاب القوى ام الالعاب هي الحقيقه بيكون فيها مجهود يمكن يفوق اللي بيبذل في كره القدم، ولكن ينقصهم التغطيه الاعلاميه. الحقيقه الدوله ممثله في وزاره الشباب والرياضه بتدعم هؤلاء الابطال، والنادي الاهلي بيقوم بدوره الوطني المعروف بدعم هؤلاء الابطال. مصطفى الجمل واحد من هؤلاء النجوم والابطال اللي بيلعب في النادي الاهلي، والنادي الاهلي كمان بيرعاه عشان يقدر يحقق ميدالية أولمبية لمصر. مصر يمكن مخططة، وشفنا طبعا المهندس شريف عليان كان معنا في أحد الحلقات، وإن شاء الله يكون معنا قريب كمان عشان نعرف منه آخر الاستعدادات للدورة الأولمبية. يمكن مصر حتى هدف إن احنا نتخطى حاجز الخمس ميداليات، يمكن كان أكبر يعني عدد من الميداليات حصدناها في دورة أولمبية واحدة كانت خمسة. يمكن احنا بنفسنا وبنحلم، واللجنة الأولمبية المصرية بتحلم والاتحادات كلها بتحلم إن نقدر نحقق أكتر من خمس ميداليات. ضيفنا النهارده هيكون في النص الثاني، تابعونا في أمور كتيرة جدا هتعرفوها، هتعرفوا قد إيه أبطالنا دي بتتعب وقد إيه بيبذلوا مجهود وبيضحوا يعني يمكن بالغالي والنفيس عشان يقدروا يعملوا نتائج أولمبية ونتائج لمصر في الوقت زي ما أنتم عارفين إنه في تقصير كبير من الإعلام والميديا، إن اللعيبة دي يمكن الجمهور نفسه ما يشوفهاش، بس ده دورنا إحنا هنا ودور الأبطال إن إحنا نقدر نعرف الناس بمجهود الأبطال دول. هنروح لاخبارنا وهنبتدي بكره السله. كره السله زي ما حضراتكم عارفين انه الدوري وقف عشان طبعا في بطوله افريقيا اللي بتتلعب دلوقتي، ولجنه المسابقات في اتحاد كره السله اعلنت مواعيد ماتشات قبل النهائي بطوله دوري السوبر اللي هو اول ماتشات هتكون بعد العوده للرجال الموسم اللي احنا فيه، وهتكون مواعيدها 6 و8 و10 و12 و14 6 القادم شهر 6 يونيو القادم. الماتشات المفروض هتتلعب على صاله استاد برج العرب بمدينه اسكندريه. هو في العادي كانت بتتلعب في اكتوبر، ولكن اتنقلت في استاد برج العرب وده ما فيش مشكله خالص، صاله مغطاه برضو جيده وممكن نلعب عليها. الاهلي لعب ماتشين وديين خلال الفتره اللي توقف، لعب على الجزيره حضراتكم عارفين كسبنا اول ماتش وخسرنا الثاني، ولكن مش دي المهم النتيجه لان النتيجه ما بتهمش الطرفين. وزي ما قلنا لحضراتكم وده طبعا جدول اللي وصل للانديه منذ يومين، وخليني اقول لحضراتكم كمان انه فريقنا بيستعد وبيتمرن بقوه صبح وبعد الدور. يمكن كابتن ماريو شفنا ماريو بالما شفنا الحوار اللي عمله على قناه النادي الاهلي، وشفنا قد ايه هو يعني بيحترم النادي الاهلي، وشفنا قد ايه هو عارف قيمه النادي الاهلي ويعني ايه النادي الاهلي ما بيسيبش بطوله يخشها او بيلعب دائما ابدا على المركز الاول. هو رجل يعني المركز الاول حبه، هو حب المركز الاول،
مفيش فرقه راح مسكها الا الحمد لله صعد بيها للادوار النهائيه وخد بيها البطوله. يمكن انا لعبت قصاده في انجولا لما كان ماسك منتخب انجولا، يمكن لعبت 6 أو 7 سنوات منتخب مصر ولعبت ضده في العاب افريقيه وامم افريقيه وماتشات وديه في اوروبا لعبت معاه، ولما راح الاردن كذلك ولما راح تونس كذلك. فهو كل المنتخبات اللي راحها نجح في التاهل للاولمبياد او نجح بيهم للتاهل لكاس العالم، وايضا فرق البرتغاليه اللي مسكها نجح في حصول الدوري بطوله الدوري معاهم. فالراجل اتكلم انه بيستعد وانه بيعمل اللي عليه، قال طبعا المكسب والخساره بتاعت ربنا، ولكن انا هوعد الجمهور ان انا اعمل اللي عليا وزياده. هننتظر طبعا الماتشات دي، انتوا عارفين احنا هنلعب الاتحاد السكندري في قبل النهائي، والجزيره هيلاعب الزمالك في قبل النهائي طرفي النهائي قبل النهائي الثاني، وهيبقى بيست اوف 5 يعني اللي هيكسب 3 مباريات هيتاهل. الماتشات مش سهله، الماتشات قويه، ويعني يمكن ما كانش في وقت كوتش ماريو يقدر يعرف الدنيا فيها ايه او يقدر يشتغل شغل، ولكن هو بيبني على كوتش اشرف او شغل كوتش اشرف توفيق المدرب السابق على طول، ونتمنى له كل التوفيق، وهننتظر الماتشات دي ان شاء الله بفارغ الصبر وكل الدعم لفرقتنا باذن الله. طيب هنروح للكره الطائره وطلائع الجيش. احنا في الاوقات دي بنلعب، او النادي الاهلي للكره الطائره الماسترز بتوعنا بيلعبوا طلائع الجيش بدوري رجال الكره الطائره فين؟ في صاله منشيت البكري في نادي طلائع الجيش. المباراه حتى الان 2-2 في الاشواط. المباراه 2-2 في الاشواط، يمكن شهدت الاول تفوق اهلاوي، بعد كده 1-1، بعد كده 2-1 للاهلي، بعد كده 2-2 في انتظار الشوط الخامس، واكيد هنقول لحضراتكم عن نتيجته فور نهايته. احنا عندنا المباراه القادمه مع نادي الزمالك هتتلعب يوم 2/6 او 2 يونيو القادم، هتبقى على صاله المقاولين العرب، وكان الاجتماع الامني حصل منذ يومين تقريبا، وكان طبعا كابتن رؤوف عبد القادر حاضر هذا الاجتماع، وتم تحديد الخطوط العريضه لهذه المباراه، وزي ما قلت لحضرتك هتبقى الساعه 6 في مقاولين العرب. وبالمناسبه ده نفس الملعب اللي اتلعب عليه الدور الاول، والحمد لله كنا فزنا 3-0 على الزمالك. والمباراه القادمه يمكن احنا منتظرين ان شاء الله المباراه دي يا رب ان شاء الله تعدي على خير ونكسب 3-2 ان شاء الله، هتكون مباراه الزمالك هي مباراه الفيصل، او مباراه ما فيش يعني خلاص اللي هيكسب هو اللي هيشيل بطوله الدوري. خليني اقول لكم كمان ان احنا متصدرين الدوري بنتيجه 58 نقطه، بس في معلومه مهمه لازم اوضحها لحضراتكم، ان بطل الدوري مش بعدد النقاط، بطل الدوري بعدد ماتشات الفوز، وده نظام الاتحاد الدولي. دايما بكرر المعلومه دي عشان الناس تبقى متابعه معانا، لان ممكن يقول لك الاهلي خلاص فرق وبالنقاط، فهو لا، النقاط بنحتسب بنحتكم اليها بعد ما نشوف التعادل او يحصل تعادل في مباريات الفوز. هنتابعكم الماتش، كل التوفيق ان شاء الله لفرقتنا النهارده، وكل التوفيق لفرقتنا باذن الله يوم 2/6 في ماتش نادي الزمالك. طيب هنروح لكاس مصر للكره الطائره رجال، ايضا اتحطت يعني القرعه اتعملت وتعرف طبعا هنلاعب مين. قرعه متوسطه لرجال طائره الاهلي في كاس مصر، لجنه المسابقات باتحاد الكره الطائره عملوا قرعه بطوله كاس مصر الموسم اللي احنا فيه. الاهلي في دور 32 هيلاعب نادي الشرقيه الدخان يوم 7 يونيو القادم، يعني الفرقه هتخلص يوم 2 تستعد مباشره لكاس مصر. الاهلي في حاله فوزه باذن الله في دور ال 16 هيلعب في دور ال 16 الكسبان في مواجهه الطيران ومصر البترول، يعني زي ما خدتوا بالكم يمكن ايه واخده تدرجا شويه، وبعد كده دور الثمانيه، بعد كده دور الاربعه ودور والفاينل، وختام المسابقه هيكون يوم 21/6، موسم طويل عشان الموسم يخلص في الطائره يوم 21/6. اذا كان في توقفات كتيره زي ما حضراتكم عارفين عشان كورونا والاجراءات الاحترازيه، وماتشات اتاجلت وماتشات اتلعبت. 21/6 فتره طويله، بالاخص احنا بدانا السنه اللي فاتت لو تفتكروا بعد عوده النشاط شهر 7، يعني اللعيبه داخله في 11 شهر، نقول 12 سنه كامله اللعيبه ما ريحتش، موسم لاحم، وكمان تخلي بالكم الموسم اللي بعده يعني ممكن شهر او اتنين وتلاقي الدنيا برضو لحمت الاعداد. فاللعيبه الحقيقه معذورين، كل التوفيق ليهم ان شاء الله، وبرضو متابع هنتابع ماتش طلائع الجيش وهنبلغكم بالنتيجه ان شاء الله على الهواء اول ما نعرف. هنروح لخبر جيد ايضا، ناشئ كره الطائره تحت 17 سنه فازوا ببطوله الجمهوريه. فريق ناشئين كره الطائره بالنادي الاهلي تحت 17 سنه بقياده الكابتن نبيل نادر توج بطولة الجمهورية بعد فوزه على نادي الصيد بنتيجة 3-0. طبعا كان كسب كل ماتشات، وكسب الزمالك والاتحاد السكندري والصيد. البطولة كانت اتلعبت على صالة المقاولين العرب بمدينة نصر، دي الصالة اللي هيتلعب عليها ان شاء الله بطولة او المباراة الختامية للدوري الكرة الطائرة رجال ان شاء الله يوم 2/6 الاربعاء القادم. 1000 مليون مبروك، يعني مستقبل الكرة الطائرة في النادي الاهلي الحمد لله مطمئن، زي مستقبل كرة اليد زي ما شفنا الحلقة اللي فاتت برضو كان معانا ابطالنا. الحقيقة قطاع الناشئين في نادي الاهلي الحمد لله في كل الالعاب الجماعية والفردية حاجة بصراحة تشرف. خلينا نروح للكرة الطائرة للشباب، عندنا مواجهة مهمة جدا
مع الزمالك بكره ان شاء الله. فريق شباب الكره الطايره بالنادي الاهلي بقياده مديره الفني كابتن حسام شعراوي هيبدا بكره مشواره في نهائيات بطوله الجمهوريه لشباب الكره الطايره تحت 19 سنه. الاهلي هيلعب بكره مع الزمالك الساعه 4 العصر على صاله شارع الدخان، يمكن طبعا صاله ثانيه غير المقاولين العرب. وباذن الله هنلعب يوم الجمعه الجايه مع نادي الصيد، ويوم السبت هيكون ختام مشوارنا في البطوله قدام نادي سموحه. ان شاء الله هيحققوا المكسب زي ما حققوا فريق 17 سنه. وبالدليل زي ما بقول لكم 17 سنه الحمد لله بطل الجمهوريه، وفريق الشباب ماشي كويس 19 سنه اهو ماشي الحمد لله بشكل جيد، ياخد البطوله ويبقى كده الحمد لله، وان شاء الله الفريق الاول يبقى كده قطاع الطائره زي ما عودنا في المراكز الاولى دائما ابدا. هنروح لمصطفى عسل. مصطفى عسل بيلعب في الاثناء دي دلوقتي مباراه مهمه في بطوله الجونه، هيواجه فارس دسوقي في ربع نهائي بطوله الجونه الدوليه للسكواش. ده صوره مصطفى عسل ابن النادي الاهلي والاهلاوي بجد يعني. مصطفى عسل لاعب منتخبنا الوطني للسكواش ونجم النادي الاهلي، هيلعب مع زميله في المنتخب ونجم نادي سبورتنج فارس دسوقي في دور الثمانيه في بطوله الجونه الدوليه للسكواش، وبتتلعب من الفتره من 20 ل 28 اللي احنا فيه، ومجموع جوائزها 300,000 دولار. مصطفى عسل كان كسب في دور ال 16 قدام محمد ابو الغار زميله محمد ابو الغار بنتيجه 3-2، كان ماتش صعب جدا، ومحمد ابو الغار اللي طلع محمد الشرباجي من الدور اللي قبل كده. يعني محمد ابو الغار جاي عنده نشوة النصر بيلعب مصطفى عسل، مصطفى عسل بالمناسبة دخل على دور ال 16 على طول. في الاسكواش بيبقى فيه حاجة اسمها المندرو والتصفيات. المندرو ده بيبقى من ابتداء من دور ال 16، التصفيات على 32 للأسف على 32. التصفيات أنت بتلعب في التصفيات الأول وبعد كده بتخش على المندرو، المندرو بيخش عليه اللاعبين المصنفين، مصطفى كان من اللاعبين المصنفين فدخل على المندرو على طول، فاز على محمد أبو الغار وإن شاء الله بيلعب ماتش دلوقتي. هنقول لكم نتيجته، احنا حاولنا نتواصل معاه لان انا داخل الماتش حالا، فاول ما نعرف نتيجه الماتش لو خلص واحنا على الهوا هنبلغكم. برضو كل التوفيق لمصطفى عسل، وان شاء الله بعد البطوله دي اكيد هنحاول نجيبه يكون معانا زي ما كان معانا حلقه قبل كده واتكلمنا معاه ومع والده لو تفتكروا، وكنا غطينا جوانب نشاته ايضا احترافه في البي اس اي كلاعب محترف في الاسكواش. هنروح على ميار الشريف، عندنا خبر يعني مش هيبسطنا كتير ان هي ودعت بطوله رولان جاروس في باريس اللي كانت اشتركت في نهائياتها السنه اللي فاتت. ميار الشريف لاعبه المنتخب الوطني الاول للتنس الارضي ونجمه النادي الاهلي للاسف خسرت في الدور الثاني من الادوار التمهيديه لبطوله رولان جاروس، وهي واحده من اكبر بطولات العالم في التنس الارضي وبطوله كبيره من بطولات الجراند سلام. البطوله بتتلعب في الفتره من 24 مايو لحد 13 يونيو اللي جاي. ميار خسرت في الدور الثاني من بطلة رومانيا بنتيجة 2-1، بطلة رومانيا كانت تقريبا مصنفة رقم 154 على ما أتذكر. الماتش استمر 3 ساعات، كان ماتش عنيف جدا، ويعني خليني أقول لكم إنه يعني هي عملت اللي عليها ولكن لم توفق. إحنا كنا نتمنى تبقى للسنة الثانية في نهاية رولان جاروس وتحقق دور من الأدوار المتقدمة، ولكن معلش يا ميار إن شاء الله اللي جاي أفضل، خاصة أنت يعني مركزك تقدم كثيرا في الترتيب العالمي وصل ل 120، مطالب ان شاء الله السنه دي باذن الله ان انت تخشي في احسن او اعظم 100 لاعب او لاعبه للتنس باذن الله بنتائجك. كده نكون خلصنا اخبارنا داخل جدران النادي الاهلي، هنروح لاخبارنا المحليه، هنروح لمنتخب اليد. منتخب اليد الحقيقه من الفرق الجمعيه اللي شاركت او كان ليها طبعا الشرف انها تشارك في اولمبياد طوكيو. المنتخب عنده جدول واجنده مزدحمه جدا لغايه بطوله طوكيو 2020، خلينا معاكم اقولها لكم واحده واحده. اللجنه المؤقته لاداره شؤون اتحاد كره اليد برئاسه الدكتور محمد الامين اعلنت برنامج اعداد منتخبنا الوطني من دلوقتي لغايه اولمبياد طوكيو اللي جايه باذن الله. البرنامج زي ما قلت لكم مزدحم جدا وقوي جدا عشان يفيد لاعبتنا ويقدروا يظهروا بمظهر جيد، يمكن احنا ما تعديناش بالاعداد الجيد ده قبل كاس العالم او قبل بطوله العالم. زي ما حضراتكم عارفين المنتخب دلوقتي في الغردقه بمعسكر، ودي طبعا صور من المعسكر، وهيكمل لغايه نهايه الشهر اللي احنا فيه في الغردقه، هيرجع يعمل معسكر يوم 5 يونيو هنا في القاهره، وهينضم اللعيبه المحترفين يوم وهينضموا طبعا في المعسكر ده، وهيبدا المعسكر ده من 5 ليوم 27 من شهر 6. هيبقى فتره طويله من 5 ل 27 يعني تقريبا 3 اسابيع او 3 اسابيع ويوم. المنتخب هيتعسكر هنا في مصر وهينضم ليه اللعيبه المحترفين، هيكون خلاص كل الدوريات الاوروبيه خلصت واللعيبه ترجع. وبعد كده منتخبنا هيسافر لاسبانيا عشان يعمل ايه في اسبانيا؟ عشان يلعب دوره دوليه هناك. طبعا قبلها هيكون في معسكر مثلا فتره صغيره وبعد كده البطوله الدوليه دي هناك. وهيكون فيها طبعا دوريه هناك مع منتخب كرواتيا يوم 28 ومنتخب اسبانيا يوم 29، هيلعب ماتشين. كرواتيا 28/6 واسبانيا يوم 29/6، ماتشين جامدين، ماتشين مفيدين جدا جدا، واكيد المنتخب يروح قبلها بيومين ثلاثه فيكون اعداد جيد. وبعدين المنتخب هيسافر بقى على اسبانيا من اسبانيا لفرنسا
عشان يعمل معسكر تدريبي ويلعب ماتش ودي مع منتخب فرنسا. يعني يعمل اول معسكر تدريبي زي ما قلت لحضراتكم، بعد كده يلعب مع منتخب فرنسا يوم 5 يوليو 5/7، ويكمل المعسكر هناك لغايه يوم 8/7، وبعدها يطلع على المانيا عشان يلعب دوري الدوليه هناك تاني. دوري دوليه هناك هيلعب مين؟ هيلعب البرازيل يوم 10 والمانيا يوم 11، وبعد كده يرجع على القاهره يدخل في معسكر لحد الاولمبياد. خليني بس اعلق على حاجات معينه كده يعني مهمه جدا، يعني لو تاخدوا حضراتكم بالكم ان هو الجهاز الفني فضل المنتخب يبقى نهايته هنا في مصر، يطلع من هنا على اولمبياد طوكيو. فواضح انه بعد الماتشات والاعداد ده من اسبانيا لالمانيا، من اسبانيا لفرنسا لالمانيا، كل الماتشات انتوا شايفينها دي طبعا بيفضل انه يبقى موجود. طب مين مجموعتنا هناك؟ السويد، الدنمارك، البرتغالي، اليابان، البحرين. ماتشين او مجموعه فيها ثلاث ماتشات قويه جدا جدا جدا. منتخبنا طبعا عنده طموحات كبيره انه ياخد ميداليه اولمبيه، واحنا كمان طمعانين معاهم ان ياخدوا ميداليه اولمبيه ويبقى فريق جماعي يقدر ياخد ميداليه اولمبيه. كل الدعم لفريق كره اليد. نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم اخبارنا المحليه، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. قبل ما نروح لاخبارنا المحليه، نتيجه مباراه طلائع الجيش او نادي الاهلي او طلائع الجيش ونادي الاهلي، عشان مباراه مقامه في نادي طلائع الجيش، خلصت بفوز نادي طلائع الجيش 3-2 عن نادي الاهلي للكره الطائره رجال. طبعا بنقول لنادي طلائع الجيش الف مبروك، وبنقول لنادي الاهلي هارد لك. طيب عايزين نحلل مع حضراتكم النتيجه ونشوف تاثيرها ايه على مباراه الزمالك القادمه. النادي الاهلي دلوقتي 59 نقطه، عنده هزيمتين. ركزوا معايا بس عشان ايه تبقوا انتوا عارفين ايه الوضع. زي ما قلنا قبل ما اخش في التفاصيل، الفوز الاول بحدد البطل بعدد ماتشات الفوز. حلو الكلام، بعدد ماتشات الفوز. لو تساوى عدد ماتشات الفوز بروح للنقط اشوف مين النقط. بعد كده لو النقط تساوت بروح بقى للاشواط وقصه كده، يعني ممكن ما نلجأ لهاش. فدلوقتي احنا خسرانين ماتشين. نادي الزمالك خسران، اللي هو المنافس معانا او بينافس معانا على المركز الاول، خسران مباراه من مين؟ منا. احنا خسرنا من مين؟ خسرنا من البتروجيت، وخسرنا اهو من طلائع الجيش. احنا دلوقتي طب ده بالنسبه للهزايم كام نقطه؟ احنا 59 نقطه. نروح للزمالك، الزمالك خسران مباراه، عنده دلوقتي لان الزمالك كسب اتحاد اسكندريه منذ لحظات برضو 3-1، فكده نادي الزمالك بقى عنده 56 نقطه. عنده نادي الزمالك مباراه ثانيه مؤجله، هيلاعب طلائع الجيش ثاني ان شاء الله، هنقول مثلا في حاله فوز نادي الزمالك، هنقول يعني هنقول فوز، فكده نادي الزمالك هيبقى 59 نقطه واحنا 59 نقطه. نادي الزمالك هزيمه واحنا هزيمتين، يبقى لو كسبنا مباراه نادي الزمالك، وهو كده كده بالمناسبه كان لازم نكسبها، بس هنقول في الوضع اللي احنا فيه، رحنا مباراه نادي الزمالك باذنك يا رب فزنا، نشيل البطوله. ليه؟ هنبقى احنا هزيمتين مع بعض. اي نتيجه 3-1 3-2 ايا كان النتيجه، هناخد 3 نقاط، الزمالك هياخد نقطه او 2 هيبقى اقل منا، فاحنا هنبقى مثلا 62 نقطه والزمالك 61 او 60، فخلاص يبقى احنا خدنا الدوري. طب هنقول فرضا كنا كسبنا النهارده والزمالك كسب كل ماتشاته، برضه لازم تكسب الزمالك الماتش الجاي، لان كنا هنبقى هزيمه واحده والزمالك هزيمه واحده، فاللي هيكسب هيشيل الدوري. اذا الماتش النهارده، عشان بس واحده واحده كده، ماتش النهارده ما ياثرش علينا في المنافسه. طب تاثير الماتش ايه؟ تاثير الماتش نفسي، صح؟ يعني انا قريت دلوقتي على صفحات كتيره قالوا ان الماتش ممكن يكون له تاثير نفسي وبتاع والكلام ده كله. اولا فريق كره الطائره بالاخص غير اي فريق تاني مش معودنا على كده. يعني معودنا على ايه؟ معودنا انه في اشد الظروف والمواقف بفضل الله ورجوله اللعيبه واخلاص الجهاز الفني بنعدي المواقف دي. فاذا هم لعيبه عندهم قدره كبيره جدا ان هم يتجاوزوا اي اثار سلبيه نفسيه على الفريق نتيجه هذه الخساره. طيب انت بتقول ليه كده هيثم؟ بقول كده لان الفرقه فيها خبرات كبيره جدا، احمد صلاح، عبد الله عبد السلام، سعيد، دولة، عبو، كل اللعيبه دي لعيبه عندها من الخبرات سواء مع النادي او مع المنتخب، تقدر تريكفر النفسي على او تاثيرات النفسيه من مباراه زي ده، تقدر تعالج نفسها، مش محتاجه اي كلام من الحاجات دي. ولكن احنا هنا كجمهور النادي الاهلي، انا مش هتكلم بقى كبرنامج الابطال، لا احنا انا كجمهور من النادي الاهلي انا بنساند هذا الفريق، لان الفريق ده الحقيقه فرحنا وكسر ارقام صعب تتحقق بعد كده. وبقول من هنا من برنامج الابطال كلنا ثقه،
وخدوا كلامي ده، ويعني يعني بكل يعني مصداقيه، كلنا ثقه في هذا الفريق وحب ودعم لهذا الفريق، وبنقول له ولا حاجه خساره ماتش ما فيش مشكله خالص، احنا رايحين على ماتش الزمالك، ركزوا احنا عندنا مباراه الاربع ان شاء الله مع نادي الزمالك والاربع القادم، زي ما قلت لحضراتكم في الانترو انه هتبقى خساره المقاولين العرب. كل الدعم لهذا الفريق، وانا بقول لكم رساله من هنا لبرنامج الابطال لفريق كره الطائره، احنا كلنا ثقه فيكم ولا يهمك يا رجاله، ان شاء الله تتعوض المباراه دي ونفرح معاكم يوم الاربع بدرع الدوري، وهو ده قدركم، هو ده قدركم كفريق كره الطائره، زي ما عودتونا سواء انتوا او قطاع السيدات، عودتونا تتحطوا في مواقف صعبه جدا جدا. يعني الدور الاول كان ماتش الزمالك ده عنق زجاجه، واكتستوه 3-0 بكل اريحيه، فان شاء الله كلنا ثقه ودعم غير محدود ليكم، شد حيلكم ربنا معاكم. انا حبيت بس اقول لكم كنا ممكن نعدي الخبر ونقول بس احنا قناه النادي الاهلي هنا دائما بيكون في مصداقيه، وبنربط على ايد المجتهد حتى لو نتائج اتهزت شويه. ربنا معاكم ويوفقكم باذن الله كابتن محمد مصلحي، واللاعبين كلنا ثقه فيكم، وان شاء الله باذنك يا رب، باذنك يا رب هنحتفل معاكم يوم الاربعاء القادم بلقب الدوري باذن الله. هنروح للاخبار المحليه عشان رفع الاثقال، رفع الاثقال مصر ليها تاريخ كبير جدا، ولكن للاسف الاداره الاولمبيه دي رفع الاثقال مش هيبقى موجود. بس في خبر حلو ابسطنا ان هو كابتن محمود محجوب رئيس اللجنه المؤقته لاداره شؤون اتحاد رفع الاثقال نجح في الفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الافريقي في الانتخابات اللي اتعملت في العاصمه الكينيه نيروبي بحضور سكرتير عام الاتحاد الدولي العراقي محمد جلود. وبكده قدر محمد محمود او محجوب يعني في انه يحتفظ بمنصبه كنائب لرئيس الاتحاد الافريقي للمره الثانيه على التوالي، خلي بالكم ده نائب من خمسه، في خمس نواب هي لائحه كده، بعد فوزه في الانتخابات عامه 2017 كانت في الجزائر. زي ما قلت لحضراتكم للاسف للاسف رفع الاثقال اللي حقق ميداليات اولمبيه كثيره هيغيب عن الاداره الاولمبيه القادمه لمشكله منشطات، والحقيقه اللجنه الاولمبيه الدوليه وكمان يعني الناس كلها يعني اكيد زعلانين، او يعني ما كناش نتمنى كده. رفع الاثقال كان ممكن يرفع الويت بتاعنا، وشو ما شفته يعني المهندس شريف عنان كان قاعد معايا هنا وقال لي لو رفع الاثقال نجحنا ان احنا ندخله ممكن نعدي الخمس ميداليات بسهوله، اللي هم الريفرنس بتاعنا او اعلى عدد من الميداليات حققناه. ولكن كلنا ثقه ان طبعا الدوله المصريه يعني على راسها طبعا معالي الدكتور اشرف صبحي هنقدر نعالج ده ونقدر نجهز جيل للاولمبيات القادمه 2024، خاصه ان هي بعد ثلاث سنين الدنيا بتعدي كده، ثلاث سنين وهنلاقي خلاص يعني اولمبياد ثانيه جايه، ونكون ربنا ريحنا من هذا الوباء. الف مبروك لمحجوب، ونتمنى ان شاء الله لربعنا ربعين الاثقال كل التوفيق. وزاره الشباب والرياضه برئاسه الدكتور اشرف صبحي بتبذل مجهود كبير عشان كل الاحداث العالميه اللي بتستضيفها مصر، وعلى فكره ده حاجه تخلينا كلنا راسنا في السماء ان مصر بتستضيف هذه البطولات في ظل الجائحه دي وبتنجح في استضافتها، بل بتكسب ثقه العالم وعدد كبير من الدول بيشارك وهو مش قلقان على لعيبته ولا اجهزته ان هو يجي مصر في ظل هذه الجائحه. وزير الشباب والرياضه يلتقي وفد الاتحاد الدولي للجمباز. الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه قابل وفد الاتحاد الدولي للجمباز، وده كان بحضور الدكتور ايهاب امين رئيس الاتحاد المصري للجمباز، والدكتوره نهى عبد الوهاب عضو اللجنه الفنيه للاتحاد الدولي، علشان يقفوا على اخر الاستعدادات الخاصه باستضافه مصر لكاس العالم للجمباز الفني، واللي هتتلعب على صاد استاد القاهره الدولي في الفتره من 1 لحد 7 يونيو القادم، بمشاركه كام بقى؟ 300 لاعب ولاعبه من 25 دوله. الوزير اكد ان مصر جاهزه لاستضافه كبرى البطولات الدوليه، وده بفضل دعم القياده السياسيه اللي ما فيش شك فيه الكلام ده، في ظل الطفره الانشائيه اللي بتحصل في مصر، طفره في كل شيء، طفره في كل شيء، بنيه اساسيه وبنيه تحتيه، بنيه بشريه كمان في الرياضه بيحصل طفره فيها كبيره جدا، بنيه اداريه. مصر الحقيقه بتشهد طفره لم تشهدها من قبل وهيذكرها التاريخ. يعني احنا بنحلم معاكم الان ان شاء الله بافتتاح المدينه الرياضيه في العاصمه الاداريه، وهو خلاص قاب قوسين او ادنى في وقت يعني في زي ما بيقولوا في نو تايم، وده يثبت قد ايه ان مصر قادره وان في قياده سياسيه واعيه بتدعم الرياضيين بشكل كبير جدا. الوزير قال كمان انه سعيد بان مصر هتكون اول دوله افريقيه تستضيف كاس العالم للجمباز، وده بياكد دور مصر الريادي. انا كل الكلام ده بياكد الكلام اللي بقوله سواء افريقيا او دوليا. اما وفد الاتحاد الدولي فقالوا انهم على ثقه كامله في ان مصر هتنظم البطوله على اعلى مستوى في ظل الطفره اللي حصلت في الفتره اللي فاتت على ايد المسؤولين في الاتحاد المصري. انا عايز اقول لكم حاجه مهمه على الجمباز، الجمباز في 25 دوله زي ما انتم حضراتكم في الخبر هيشاركوا، الجمباز اللي بيلعب الجمباز دول اكبر دول في العالم، الجمباز لعبه ولاد يعني او الدول الغنيه
مش اي دوله بتلعب الجمباز، لان الاستعدادات بتاعته والاكويبمنت والصالات مكلفه جدا. فال25 دوله دول من 25 دوله تقال في العالم. يعني دايما احنا كنا نشوف بطولات الجمباز هتلاقي الصين وامريكا والمانيا ودول اوروبيه كبيره، يعني مش 25 دوله مثلا ممكن يكون فيهم دول مثلا صغيره او دول كبيره، لا ال25 دوله من اكبر دول في العالم، عشان 25 دوله يثقوا فيك ولا دوله تعتذر، ويجي يلعبوا كاس العالم، ووفد من الاتحاد الدولي يجي يقابل ممثل الحكومي المصري معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي، فده يدل على ثقه العالم كله في مصر. انا قصدي اقف على الخبر ده كتير، لان الخبر ده بيدل ان الطفره ايضا في مجال الرياضه، وان شاء الله يعني مستنيين ميداليات كتيره ان شاء الله في دار الاولمبياد الجايه، عشان تبقى انديكيشن او مؤشر عن هذه الطفره اللي بتشهدها مصر، اللي الحقيقه احنا فخورين ان احنا بنعيشها وبنشوفها قدامنا زي ما بيقولوا رؤيه العين في كل شيء. طيب هنروح للملاكمه. الملاكمه طبعا ماشيين هم كده يحبوا يمشوا في السكات، ولكن برضو الملاكمه من الالعاب اللي ان شاء الله مستنيين منها نتائج كويسه في الاولمبياد. منتخبنا الوطني بيعمل معسكر في اسبانيا عشان استعدادات لطوكيو. منتخبنا الوطني الاول الملاكمه هيروح معسكر في اسبانيا، هيكون من الفتره من 10 ل 30 يونيو اللي جاي في اطار استعداداتهم لدوري الاولمبياد اللي جايه، واللي هتتلعب في الفتره من 23 ل 8 اغسطس اللي جايين. المنتخب هيشارك باثنين لعيبه، وهم مين بقى؟ ركزوا في الاسامي دي: عبد الرحمن عرابي في وزن تحت 81 كيلو وزن تقيل، ويسري رزق في وزن فوق 91 كيلو ايضا وزن تقيل. الاثنين لعيبه دول لسه مشاركين في بطوله ليتوانيا الدوليه، وقدروا انهم يحققوا فيها ميداليتين ذهب. ركزوا مع الاسمين دول يا جماعه، احنا دورنا هنا نعرفكم بابطالنا ونديهم حقهم. عبد الرحمن عرابي ويسري رزق، عشان يا رب ان شاء الله باذن الله لما نقول ان هم جابوا ميداليه في الاولمبياد تبقوا سمعتوا اسمهم هنا عندنا في البرنامج. الاثنين لعيبه دول لسه مشاركين زي ما قلنا في بطوله ليتوانيا، خدوا ذهب، وهم الاثنين هيمثلوا الملاكمه المصريه في اولمبياد اللي جايه ان شاء الله في طوكيو. بكده نكون خلصنا اخبارنا المحليه، هنروح للاخبار العالميه اللي هي بتبقى ايه ختام اخبارنا، بيبقى فيها اخبار جميله كده. دي كانت اخبارنا داخل جدران النادي الاهلي ومحليا وايضا عالميا، اتمنى تكون انها عجبتكم، وبنحاول نلخص لكم الاحداث كلها اللي بتحصل حوالينا عشان حضراتكم تستمتعوا معانا. هنطلع لفاصل سريع عشان نستقبل نجمنا نجم رمي المطرقه واحد اللاعبين الاولمبيين اللي تاهلوا لطوكيو 2020، واللي بننتظر منه ان شاء الله ميداليه ونتوقع له وندعمه في ميداليه، هيكون معانا مصطفى الجمل، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما عودناكم احنا واقفين في ظهر ابطالنا الاولمبيين ان شاء الله لغايه ما وصلوا على منصه التتويج، لانه هم يحملوا تيشيرت منتخب مصر، والحقيقه ده اكبر حدث رياضي بيحصل في العالم كل 4 سنين، وبيقيس قد ايه الدول قدمت في الرياضه خلال 4 سنين اللي سبقت الاولمبياد. النهارده بطلنا ونجمنا ونسرنا الاهلاوي اللي موجود معانا في الاستوديو احد هذه الابطال، ولازم حقه علينا يكون معانا وهنتابعه وهنشوفه. ابتدينا من النهارده ومن قبل كده والله، بس ابتدينا من النهارده لانه كان اجندته يعني مليانه. معانا النهارده مصطفى الجمل اللي برحب بيه في الاستوديو، اللي هو بطل مصر وافريقيا في رمي المطرقه. اهلا بيك يا مصطفى. اهلا بيك، ازاي يا سمر، ربنا يخليك، منور قناه النادي الاهلي. نورك، ربنا يخليك، نور كل الموجودين. غلطت انا في حاجه في المقدمه؟ لا 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 لا، جميل جدا، ربنا يخليك يا استاذ هيثم. طب احنا عملنا تقرير عنك كده كابتن مصطفى عشان العالم او الجمهور يشوف قد ايه انت عملت لمصر ولسه هتعمل لمصر. شفته كده ونرجع لبعض. اعزائي المشاهدين نشوف التقرير ده ونرجع نكمل حوارنا او نبتدي حوارنا مع مصطفى الجمل. مصطفى الجمل هو بطل من ذهب، نجح في الوصول إلى منصات التتويج منذ الصغر في لعبة رمي المطرقة، وهي واحدة من ألعاب القوى أم الألعاب، والتي تحظى باهتمام كبير في مصر. وضمن نجم النادي الأهلي ومنتخبنا الوطني التواجد في البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة المقرر إقامتها في العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبلين، وفقا للتصنيف العالمي للعبة. ويعد الجمل واحدا من أبرز لاعبي رمي المطرقة في مصر، وسبق له الفوز بالعديد من الألقاب المحلية والإفريقية، فهو بطل العرب وإفريقيا والبحر المتوسط، وصاحب الرقم القياسي المصري والعربي والإفريقي، والحائز على فضيتي كأس العالم للقارات مرتين على التوالي عامي 2014
و2018. ولد في الأول من أكتوبر عام 1988. بدايته مع رياضة رمي المطرقة كانت وهو في 14 من عمره، وذلك في عام 2002. كان ظهوره الأول خلال البطولة العربية للشباب عام 2006 التي أقيمت في مصر، وهي البطولة التي نجح البطل المصري في الفوز خلالها بالميدالية الذهبية. واعتاد النسر الأهلاوي على التتويج بالميداليات الإفريقية والعربية منذ مرحلة الشباب، كما سبق له المشاركة في بطولة العالم لرمي المطرقة وكذلك دورة الألعاب الأولمبية 2012 بلندن، فيما حرمت الإصابة نجم الأهلي من المشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016 لتضيع على مصر فرصة المنافسة على ميدالية أولمبية في ألعاب القوى. وإذا ما حاولنا استعراض تاريخ الجمل في الميداليات والبطولات التي حققها، فلربما نحتاج لمجلدات وأوقات طويلة للحديث عنها وسردها. أهلا بحضراتكم من جديد. أنا عايز بس أقول لكم أن طبعا فريق الإعداد، فريق البرنامج، التقرير اللي احنا شفناه ده كان 600 كلمة. احنا طبعا صعب جدا لان انجازات مصطفى كبيرة، و 600 كلمة كمان احنا كنا مختصرين، بس طبعا عشان وقت البرنامج اختصرناها ل 200. كلامنا صح يا مصطفى؟ تمام مظبوط يا استاذ هيثم، ربنا يديك الصحة. الله يخليك كبير، الله يخليك. وخلينا نبتدي القصة من البداية. انت كنت لعب سباحة؟ انا كنت لعب سباحة زمان في الاهلي، لحد ما دخلت الملعب. ابن اخويا الكبير كان لعيب مطرقه برضو، كان بطل افريقيا في المطرقه. دخلت الملعب عنده شفت اللعبه. مين؟ محمد الجمل. محمد الجمل. فطبعا اكبر منك بقد ايه؟ 4 سنين. اديله حقه. لا طبعا هو علمني كتير في اللعبه. طبعا لما دخلت وشفت اللعبه حبيت ان العب، بس كان طبعا جسمي لعيب سباحه، جسمي ما ينفعش العب لعبه مطرقه خالص. فطبعا كان كل يوم المدرب يا ابني ما ينفعش، يا ابني ما ينفعش. لحد ما اخر الاسبوع قال لي لا خلاص بقى امسك بقى المطرقه. فكان في اطفال في سني ساعتها بيلعبوا مطرقه. كم سنه كان عندك؟ كان عندي 12 سنه 11 سنه. لسه صغير. 12. لا 12 سنه بالظبط. ولعبت في الاهلي برضه؟ لعبت في الاهلي. تمام. فطبعا اللي في سني دول بيمرجحوا ويدوروا 4 دورانات كاملين وبيرموا رميه كامله. انا لسه ما فيش اساسيات ولا اي حاجه، فقال لي اعمل مرجحه بس سونجات واسيب المطرقه. فطبعا عملت كده، طبعا كان فيها غل شويه. رميتها عديت مسافه اللي هم الاطفال اللي متعلمين دوران. الله. فقال لا بس خد تعالى ده انت اكتشاف في اللعبه. بس وبدات اللعبه من ساعتها. انا دلوقتي يعتبر الحمد لله بقالي 21 سنه بلعب مطرقه. ما شاء الله. انت عارف جيانا فاروق كانت قاعده مكانك من حلقتين، عارف قالت لي ايه؟ قالت لي كلمه والله انا عمري المهني دي كله كان عمري اسمعها. اللعبه بتنادي على بطلها. تمام صح صح. انا قعدت اسبوع ازيدنا عليه ان انا ارمي مطرقه وهو مش راضي، مع اني كنت برضو بطل في السباحه. يعني كنت صاحب رقم مصر 50 متر باك برضو وانا في البراعم 9 سنين. لا دي جديده بقى. يعني انت كنت اصلا بطل في السباحه؟ في السباحه وانا 9 سنين كنت صاحب رقم مصر في 50 متر باك. فطبعا ما ندمتش ان انت سبت السباحه؟ لا والله، يعني حسيت نفسي هنا في اللعبه دي. يعني مع اني هنا كنت بطل وببدا لعبه جديده ولسه مش عارف ايه ظروفي فيها، بس انا كنت حابب المطرقه. يعني يمكن اول بطوله انت خدتها، اول بطوله وانت عندك 14 سنه 2002. ده لما بدات، حتى كنت لسه بجيب رابع خامس سادس، كنت بجيب كده لما بدات اللعبه. اول ظهور ليا كان تحت 20 سنه. يعني حتى انا ماليش ظهور في الشباب او الناشئين من ناحيه بطوله العالم. يعني اغلب اللي في مصر زي ايهاب عبد الرحمن، محمد مجدي، اللعيبه دي كلها عملت ميداليات عالميه في الشباب والناشئين. انا ما عملتش في الشباب والناشئين حاجه. يعني الحمد لله انا اللي حققته في الدرجه الاولى. خلي بالك دي رسالة. الحمد لله، يعني الحمد لله. لا دي رسالة أقف عندها. إن حتى النشأ لو لم يوفق في البداية في أول فتراته الحياتية، هو طبعًا كان محليًا بيحقق، بس هو قصده عالميًا، هو بص على العالمية، ما حققش في الأدوار الأولانية، حقق أول حاجة في 20 سنة، فدي رسالة. ما هو دي دلوقتي تكمل. دلوقتي كمان ده اللي عمله الاتحاد الدولي، أنت كان في بطولة عالم تحت 18 سنة، اتلغت دلوقتي. اتلغت بقت أول بطولة عالم تحت 20 سنة. وجهة نظرهم إيه؟ إن اللعيب بيتحرق. يطلع تحت 16 و18 بيلعب بطولة العالم. يجي 20 اخره خلاص درجه اولى مش موجود. ده في المطرقه بس ولا في لا كل الايفنتات كلها بتاعت العاب القوه؟ رمح. فلغوا كل ال 18 سنه اللي هي بطوله العالم بدايتها من تحت 20 سنه. ان اللعيب بقى بيوصل درجه اولى، فين اللعيب اللي كان عامل اول عالم في الشباب والناشئين؟ اختفى مش موجود، اتحرق خلاص. فدي كانت يمكن كانت حاجه كويسه الحمد لله ان انا بديت ان انا حققت في الشباب تحت 20 سنه، عملت اول عرب واول افريقيا، لكن ما عملتش حاجه عالميه. لما طلعت درجه اولى الحمد لله عملت 2 كاس عالم الحمد لله، وبحر متوسط ذهبيه، و3 دورات افريقيه الحمد لله ذهب ورا بعض، و4 بطولات افريقيه برضو ذهب ورا بعض،
وبطولات العرب ورقم مصر وعرب وافريقيا ودورات وبطولات الحمد لله باسمي لحد دلوقتي 81 متر 27. ربنا يحميك بجد. انت بتقول لي انا يعني مش عايز اقطعك مبهور باللي انت عملته كسويس. والناس لازم تعرف ان احنا عندنا خليك. ابطال يعني من ذهب. طيب خليني اتكلم عن اول دوره اولمبيه انت شاركت فيها. انت شاركت 2012 في لندن. في لندن اسف انا اسف في لندن 2012. تأهلك ليها كان ازاي وكان طموحاتك فيها ايه؟ انا كنت متأهل بالرقم وكنت رامي الرقم التأهيلي للبطوله، بس كان المشكله كانت اول منافسه ليا مع الناس اللي هي اللي بره دي، وانا كنت ساعتها يعني بقالي كنت لعبت كاس عالم قبلها؟ لا لا كان لعبت قبلها بطوله عالم 2011 قبلها بسنه على طول برده، كانت اول بطوله عالم ليا للكبار. فطبعا هي دي والاولمبيات انا ما عملتش حاجه فيهم. لا كمان انا كنت طالع من غير مدرب، دي حاجه تانية. ما كانش فيه فلوس، ما كانش فيه ان انا طالع لوحدي. طالع لوحدي من غير مدرب، واحنا لعبه تكنيك يعني زاويه راحت مني الرميه باظت كلها، المطره بتخش في زوايا طبعًا. معينه. فطبعا لو حاجه هو بعين مدرب عينه اللي شايفني، انا كنت قاعد بطولي ما فيش مدرب معايا ولا اي حاجه. اتاهلت بطولك كمان؟ اتاهلت الحمد لله. كان معايا مدرب بتاعي بس لما سافرت ما سافرش معايا، ما فيش فلوس امكانيات ان احنا نطلع المدرب. فطبعا 11 و12 انا ما كنتش حققت فيهم حاجه يعني. ف12 في الاولمبيات انا عملت مركز 14، فكانت اول بدايه ليا، وده كان برضو النقطه اللي كنت بتكلم فيها ان انا ما شاركتش مع الناس دي في البطولات قبل كده ان انا اشوفهم. ان انا اكثر الرهبه اللي بيني وبينهم. الناس دي انا رميت مثلا عملت التاهيل بتاعي بتاع الاولمبياد 77 متر، وكنت لو رميت 77 دي هناك كنت هقدر اعلق ميداليه الثالث. بس ما عملتهاش في البطوله؟ ما عملتش في البطوله، عملت 71. الحاله النفسيه مفيش احتكاك بيني وبين الناس دي. الناس دي اخر كنت اشوفها مثلا على اللابتوب وانا قاعد بتفرج او على النت قاعد فجاه لقيتهم قدامك، فجاه بقيت معاهم في ماتش واحد وبينافسوك. انا زي زيهم والحمد لله، يمكن احسن منهم، بس انا في خوف ما بيني وما بينهم. اللي بعد كده اما جيت شاركت بقى في اللقاءات الدوليه 2013 مثلا 2013 و14 ابتديت اشارك بقى، وكان 13 دي كانت بدايه الحمد لله الخير ان انا عملت ذهبيه البحر المتوسط، ودي ما جاتش من سنه 72. في الرمي المطرقه كان اخر واحد جاب كان الدكتور ناجي اسعد. كان الدكتور لا كانت في تركيا ميرسن. تركيا الدكتور ناجي اسعد سنه 72 هو اللي جاب الميداليه الذهب في الرمي في العاب القوه. غايبه يعني الوقت ده كله لغايه ميرسن 2013 انا عملت الذهب الحمد لله بعد سنين كتيره جدا من دكتور ناجي اسعد. فدي كانت فتحت الخير. انت فاكر كمان مين اخر واحد خد؟ ما هو كان مدربي الدكتور ناجي اسعد، كان المدرب بتاعي، بس هو السن وكده فهو خلاص يعني. الله يخليك. وبعديها عملت دوره ذهبيه دوره الضامن الاسلامي، وكسرت رقم الدوره بتاع نظروف اللي هو ذهبيه اولمبياد البرازيل. ده كان صاحب الرقم، كسرت الرقم بتاعه وعملت بيلعب معاك نفس البطوله تضامن الاسلامي. وكسرت الرقم دولة بتاعه دوله كازاخستان او اذربيجان هو حاجه زي كده الدول دي. فطبعا كسرت الرقم بتاعه وعملت ذهبيه، دي كانت البدايه. 2014 عملت ذهبيه افريقيا مع رقم بطولات افريقيا جديد، وبعديها فضيت كاس العالم في نفس السنه. هنا كان في احتكاك ظهر بقى، خلاص بدات دخلت بقى تلعب مع الناس دي. خسرت اول ماتش والتاني بس انت في 2016 في الاولمبياد ريو دي جانيرو اتصبت. انا اتصبت قبليها باربع شهور وانا شغال حديد، الوتر الامامي العضله الرباعيه اتقطع مني وانا شغال حديد. فطبعا الامامي اللي شال الرجل كلها يعني، انا كنت شغال كلين حديد. دي اكيد رفع رفع الاثقال، ما هو حديد رفع اثقال خد على طول على فكنت شغال كلين. فاخر عده يعني حتى انا قلت لو انا ما سخنتش او في حاجه، لا ده انا في اخر دور في اخر عده في اخر التمرين خلاص بقفل بالعده، حاجه اتقطعت في رجلي. طبعا بتوقف على رجلي واحده بالوزن اللي انا شايله، وقعت على الارض. المدرب طبعا قطع الشورت عشان يشوف رجلي ارتشحت على طول. فطبعا جريت على الدكتور قال لي ده كده الوتر في وتر اتقطع من جوه، لازم تعمل اشعه. عملت الاشعه طبعا الامامي ده اتقطع، لازم في ساعتها يعني اخرها 24 ساعه لازم العمليه تتعمل قبل ما الوتر ده يتسحب لفوق طبعا، وهيبقى حاجه مهريه. فطبعا دخلت عمليات ورجلي اتفتحت واتخيط الوتر. اتعملت في مصر اتعملت في مصر، وطلعت عامل تاهيل في المانيا، بس طبعا رجلي ساقت اكتر يعني، ظهر نوع الخياطه اللي اتخيط بيها الوتر حاجه انا مش عارف هي حاجه طبيه يعني. رجلي ارتشحت تاني وانا في المانيا. رشحت تاني كل اسبوع بروح هناك في المانيا دكتور يسحب سائل زلالي منها حوالي 80 سنتي. كانت يعني كانت الركبه فوقها ركبه علب قد كده قد كده بالظبط، الركبه كانت قد كده فوق الركبه. لحد ما كلمت الدكتور في مصر كتب لي على برشام، خدته ينشف الكلام ده وقال لي ارجع. رجعت اتفتحت تاني رجلي. طبعا انا كنت بحاول اسابق الزمن ان انا عايز العب الاولمبياد. ان انا ساعتها انا رامي 81 27 من 77 وصلت 81 81 27 ده رقم مصر وعرب وافريقيا. فطبعا حاولت ان انا عايز العب حاجه حياتي بتضيع عمري فطبعا جيت ما لحقتش. طبعا رجعت تاني فتحت رجلي تاني، شال الكيس الزلالي، جينا نحلله طبعا ما عرفناش ده نتيجه ايه، مش عارفين برده لحد النهارده. وخلاص ما قدرتش العب البرازيل، والحمد لله وهي خلصت. كمان اللي جاب الذهب اللي هو نظروف ده 78 متر
يعني انت لو كنت جبت ال 80 كنت كسرت طبعا قدر الله الحمد لله هو ربنا خليني لا ده حتى برضه في الـ في الـ في التقرير في التقرير حكله كنت شفت بطوله العالم دي 2015 دي كنت بلعبها بالاصابه في رجلي قبل ما الوتر يتقطع ان هو اتقطع في 2016 فضلت مستحمل عليه حكله في رميه موجوده نجيبها تاني ان انا سبتها من الدوران الثالث ما قدرتش وكنت لابس ركبه على رجلي لافف اتحملت على الوتر ده مش قادر كنت هنا داخل الماتش ده وكان الدكتور بيقول لي مصطفى كان حتى الدكتور مش مصري دكتور سويدي فقال لي لا قال المدرب قال له لو نزل الماتش هيتقطع الوتر يعني انت عندك هيستوري مع الاصابات فانا قلت له انا هنزل انا حياتي وجاي هنا وصلت هنا للصين عشان العب بطوله العالم ان انا عايز اجيب الذهب طبعا لا. كنت برجلي واحده هي الرميه هي دي مش كده دي اللي انت سبتها من الدوره الثالثه دي 1 2 3 لا دي كملت لا دي لا في واحده ثانيه في واحده ثانيه لا الثانيه بقى اللي انت بتقول سبتها من الدوره الثالثه سبتها وطلعت بره الدايره يعني انا مش عايز اقول لك يعني ايه واحد بيتقال له انت الوتر هيتقطع حكت اهي دي بص بص ما كملتش هنا ما قدرتش بقى لا 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 ادهولنا ثاني يا جماعه ادهولنا ثاني بتزك عليها رجل الشمال لا معلش ده كاس العالم ادهولنا ثاني ادهولنا ثاني دي الاولانيه دي اتاهلت بيها للفاينل لا جبت 76 في الفاينل بص الثانيه بقى اللي انت سبتها من النص هنا صريخي كمل وجع هنجيبها لك ثاني يعني هنا الرميه دي تكمل الوضع الصحيح للرميه الدكتور قال لو نزل هيتقطع الوتر مدربي قال لي ما تنزلش خلاص وانا هناك في بطل العالم فقلت له انا نزلت قال لي هتنزل يبقى تطلع عربيه اسعاف جيب اخرها وفعلا انا كنت نزلت الماتش في المحاوله اللي كانت دي كانت الثالثه لسه ليا 3 محاولات تانيين كملتش ما قدرتش خلاص انا قعدت على الارض بره ورجلي ابتدت تورم ما كنتش هقطعش الوتر بس خلاص هي دي بص حتى انت كانت رجلك اليمين الشمال صح؟ الشمال حتى انت لما جيت تتكز عليها الشمال ما قدرتش فضلت على اليمين لغايه ما جسمك اتعدل ومشيت ما قدرتش عليها فطبعا خرجت بره كانت 2015 في الصين قبل الاصابه دي الاهاب عمل فيها فضه وانا عملت سادس برجل واحده برجل واحده بمعنى رجل واحده رجل واحد خليني اطلع فاصل لان انا محتاج بقى اتكلم على حته الاصابه وتجهيزك وتاهيلك للاصابه خلينا بس نطلع فاصل اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل حوارنا مصطفى الجمل بطل رمي المطرقه المصري واحد ابطال اولمبياد طوكيو القادم ان شاء الله ولكن بعد الفاصل اهلا بحضراتكم جديد مكملين حوارنا مع نجم مصر في رمي المطرقه مصطفى الجمل مصطفى قبل الفاصل احنا اتكلمنا عن بدايه الاصابه 2015 وبدا يحصل الام وتهتكات في الوتر وبتاع الاصابه حصلت 2016 رحت المانيا عملت اعداد العمليه سائت اكتر رجعت مصر تاني عشان افتح رجلي تاني عشان اشيل الورم اللي حصل في رجلي يعني الورم ما كانش اتشال الا بعمليه تانيه عمليه تانيه ان هي الركبه بقى فوقها ركبه تانيه ما حدش عارف الارتشاح ده ايه او ده حصل بسبب ايه فطبعا لحد ما خدت البرشام ده نشف اللي جوه وقدر يفتح الدكتور تاني انا عندي على فكره الحاجات دي كلها على الموبايل بس ما اقدرش ابعتها لك ان هي منظرها يعني بالعكس كنا رجلي كانت مفتوحه كلها يعني من اول مش حوالي مثلا 2 3 سم لا ده مفتوح من فوق الركبه مثلا بحوالي 4 سم لحد تحت الركبه 4 سم فاصل هناخد منك الصور دي عشان نبين للساده المشاهدين حجم المعاناه اللي بيشوفها ابطالنا يعني لا هو كتير يشوفوا يقول لي انت كنت صاحي اقول له ازاي كنت صاحي ورجلي مفتوحه 10 سم 20 سم هناخدها منك ونعرضها بس قول لي يعني رجعت تاني فتحوا ركبتك فتحوا العضله الاماميه تاني عشان خاطر يطلعوا اللي هو الورم اللي في رجلي ويشوفوا سبب الارتشاح بس وتحلل بس مش عارفين السبب ده ايه يعني هو الدكتور ممكن يقول بنتيجه الخيط اللي جوه اللي اتخيط بيه الوتر ممكن جسمك خياطه الوتر كانت سليمه لا سليمه والدكتور لما بعد ما شال الورم ده قال لي الحمد لله الوتر تمام سليم يعني طب مش ممكن ده يبقى رشح دموي وبعد كده تقلق بقى ولا عارفين ده ايه يعني حتى هو ده اللي فسره الدكتور بيقول لي ممكن يكون نوع الخياطه اللي اتخيطت بيها الوتر ده هو اللي عمل كده فطبعا دي كانت مرحله 2015 و16 وخيط العمليه معاها 17 تاهيل فطبعا رجعت اتمرن تاني من اواخر 17 واتمرنت وكنت كويس والحمد لله ودخلنا 18 وكنت برضو كويس في 18 كان عندي بطوله افريقيا دي اول حاجه كانت بعد الاصابه فتره كبيره وبعديها كاس العالم المؤهله لكاس العالم كانت افريقيا دي المؤهله لكاس العالم وسافرت لعبت بطوله افريقيا كانت بطوله افريقيا في شهر 8 في نيجيريا وطبعا الحمد لله رحت بس الجو حر قوي في تبني في نيجيريا ده وكان الوقت اللي احنا فيه كان كويس كان كويس كان الجو كويس يعني يقارب اللي احنا فيه دلوقتي هنا بس هو هناك نعرف الرطوبه عاليه جدا بس البلد اللي لعبنا فيها كانت كويسه اسمها اسابا كانت كويسه فطبعا رحت والحمد لله كانت اول مشاركه بعد الاصابه والحمد لله عملت الذهب كام عملت رقم كام لا بس ما كنتش رقم كويس يعني مش مهم عملت 72 متر 72. كان فيها كويس ما ده انت راجع بعد اصابه اول بطوله دوليه بعد اصابه لا ما جه اللي بعديها بقى الاكتر بقى ان انا رجعت الركبه الثانيه لقيت فيها الم الله وانا هناك كانت الدوائر كلها دوائر وحشه يعني الموف اللي انت بتعمله ده
ما الحركه دي كلها فرق مع الركب والحركه فعلا من الاوتار. معلش يا جماعه تقولنا الموف او الحركه اللي بتتعمل الدوران ده. بصوا يا جماعه بصوا الدوران، بصوا الدوران، ارتكاز على رجله تحت، مشت كعب مشت لحد الدوران الرابع. شايفين يا جماعه المفرمه اللي بتحصل ده 75 متر، دي 75 اللي بعديها كانت 76. بصوا المفرمه اللي بتحصل على الركبه والجسم والعضلات الاماميه والكتاف، لا صعبه. فطبعا وخلي بالكم المطرقه وزنها 7 كيلو 260 جرام، اللي هو احنا يعني لو شلناها في شنطه هتبقى تقيله. انت بترميها 76 و80 متر ما شاء الله. فطبعا انا جيت بعديها الاصابه دي في الرجل في الركبه الثانيه، انا ما حطيتش في دماغي ان هو ممكن يكون زي ده زي العمليه اللي قبليها. ما منشأها بيبقى عند الركبه. فطبعا رحت عملت الاشعه والدكتور شافها قال لك ايه؟ قال لي يا مصطفى الوتر واقف على شعره في رجلك الثانيه. لا حول ولا قوه. فقلت له انا مسافر، كان بعد افريقيا. قلت له انا مسافر رايح كاس العالم في التشيك، وكنا في رمضان كمان. قلت له انا مسافر واخر 10 ايام يعني بعديهم بعد ما يخلص رمضان اخر 10 ايام انا مسافر على طول. فقال لي يا مصطفى انا قلت لك ان الوتر هيتقطع في اي لحظه، انا ما اعرفش هيتقطع امتى، الاحسن انك تخش ويفتح وننظف ونربط الوتر كويس في الرجل الثانيه. فقلت له يا دكتور انا مش هينفع، انا هروح كاس العالم. فطبعا قال لي براحتك ده القرار بتاعك انت. ورحت فعلا كاس العالم ولعبت كاس العالم. الصوره دي فين؟ هي دي الدوره الافريقيه 2019 دي اللي كان فيها ركبتك وجعتك. لا دي اللي رجعت منها دي كانت في المغرب. رجعت منها ركبتك وجعتك. انت لابس هنا هو ده عشان الاصابه. هنا دي المحاوله دي اللي لبست فيها الركبه، انا احاول امسك الوجع، الوجع عمال يجري في رجلي مش عارف. معلش تاني ارجعوا لي يا جماعه، دي هو داخل اهو بيعمل المحاوله رابط ركبته الشمال اللي هي اصلا يعني على شعره. الوجع مش في الركبه، الوجع يا خبر ابيض، انت فين قلبك؟ انت فين قلبك بصراحه مصطفى؟ طيب. والله الرمي ده انا كنت بدور عليه، انا مش لاقيه الرمي ده. شفت بقى؟ احنا جبناه لك اهو يا باشا. فطبعا قلت له هسافر، وسافرت الحمد لله كاس العالم 2018 في التشيك. والحمد لله ربنا اكرمني كرم الواسع. ما كنتش قادر هنا. دي كاس العالم 2014. وجعت قلبنا مصطفى بصراحه. طيب وبعد كده؟ فطبعا رحت كاس العالم 2018 ورايح بقى انا خلاص يعني رايح ورافع ايدي للسماء، انا معيش غير ربنا يعني وربنا معايا. طبعا ونعم بالله. انا بلعب الماتش والحمد لله ربنا اكرمني كرمه الكبير وعملت فضه في نهائي كاس العالم برجل واحده. برجل ونص. برجل. لا التانية ما كانتش محسوبه خالص. محسوبه كمان. طبعا رجعت من هناك ما كنتش قادر خلاص. عملت عمليه ثانيه؟ الدكتور قلت له افتح خلاص، وبدا عمل العمليه الثانيه في الرجل الثانيه. خدت 2018 اخرها مع 19 تاهيل كبير لحد ما جت الدوره الافريقيه دي في 2019. طبعا ما كنتش لحقت اخد الكفايه من التمرين. نزلت الدورة الأفريقية دي، كانت الدورة الثالثة ليا والحمد لله عملت الذهب فيها. الذهب رقم كام بقى؟ عملت فيها 73 74. حلو. 74 حلو. فالحمد لله وجبت الذهب في الدورة. طبعا كان بعديها في بطولة العالم. بس أنا عايز أوري حاجة، بص الرمي المطرقة الزاوية اللي طلعت بيها المطرقة دي بيفرق كتير جدا. ليها زوايا، هي القوة الطاردة المركزية ليها وهي نازلة من الجو والتفوق 600 كيلو. أنت عديت كده، عديت ال 75 في الرمية دي وصلت 76. لا هي عامة الوزن المطرقة 7 كيلو وربع. القوة الطاردة المركزية ليها بعد ما تطلع من إيديا في الجو وهي نازلة بتعدي 600 كيلو. حسب تختلف من لعيب للعيب. وزنها مع الإنرشيا بتاعها. وهي نازلة تنزل طبعا. لو جت في حد دي شكرا. ما هي لسه كانت عندنا في مشكله جت في حد عندنا بس لا. الحمد لله ربنا ستر يعني. انا جت فيا زمان قبل كده بس جت هنا في دراعي، فكانت جت من زميلي بس انا اللي كنت مش واخد بالي. كانت سرحان طبعا في الملعب عندنا ما ينفعش الواحد يسرح يعني. انا بنزل اجيب مطرقي من تحت لازم ببقى مدي وشي للقفص عشان اللي بيرمي. ان طبعا الغلطه فيها سلك او مقبض او المطرقه هتموت. فطبعا الحمد لله الواحد بيكسب. بالزانه برده نفس الكلام. والقفز بالزانه برده. طيب انت رحت بطولة افريقيا دي خدت ذهب، عملت رقم 73 تقريبا. بعديها كان عندنا ايه بقى؟ دخلنا في كورونا. بعديها الكورونا في 2020 طبعا كانت الاولمبيات وكده، والترحالات بقت 21 وادينا بنستعد ليها ان شاء الله. احنا شهر 6 عندنا ان شاء الله يوم 16 ليوم 20 بطولة العرب في تونس. من 16 ل 20 الشهر الجاي. شهر 6 في تونس. في تونس ان شاء الله. وبعدين عندنا ابطال يعني عرب ممكن احتكاك كويس ليك. هو لا هو في انا مش هلعب انا يعني انا بالنسبه لي انا مش هلعب. ان هيلعب كابتن اسلام بوشريه وكابتن حسن عبد الجواد. ان انا بستعد لافريقيا وراها على طول ان الاثنين جايين في ظهر بعض. فافريقيا وراها من 23 ليوم 26 يوم 27 في نيجيريا برضو بس في ليجوس. هتطلع من هناك من بره بره ولا؟ انا مش رايح تونس يعني. انا عشان هيبقى الموضوع جامد عليا ان اطلع من هنا لهنا، فانا عندي ماتش تاني في نفس توقيت تونس في كازاخستان. فانا ده ان شاء الله هلعبه واطلع بعد كده على نيجيريا ان شاء الله. من كازاخستان لنيجيريا. لكن تونس هيلعبها الكابتن اسلام ابو سريع والكابتن حسن عبد الجواد هم اللي هيلعبوا. وفيها منافسه قويه يعني برضو. مش ضعيفه زي زمان فيها. طب انت رايح كازاخستان هتلعب مين هناك؟ هلاعب بقى ابطال العالم اللي كانوا معايا. اللي يعني انت رايح لهم في الاولمبياد. باذن الله. دول لان الماتش ده هيبقى احتكاكه اعلى من العرب. بالنسبه لي انا
يعني عشان طبعاً انا طبعاً هشارك معاهم في الاولمبياد دول. لازم شوف انا برضو بقالي فتره بعيد عنهم سنين كمان من الاولمبياد الاخيره بالدنيا بتقول لازم ابدا اشوف ماتشات اللي هي ده. لكن افريقيا باذن الله هلعبها دي الفليجوس في نيجيريا. طب انت تاهلت ازاي؟ التاهيل بالبوينت بتاعي انا بطوله افريقيا اللي هي 2018 ده انا جايب فيها الذهب، دوره العاب افريقيه وراها الذهب، المشاركه بطوله العالم، بطولتين الجمهوريه بتوعنا، ده بيبقى البونت بتاعي. البونت هم خمس ماتشات، البونت بتاع دول كلهم مجملهم مخليني دلوقتي الحمد لله الاول على الرانك، الرانك العالمي، الرانك العالمي بتاع التاهيل ان شاء الله. ففي ناس المؤهله بالرقم اللي هم دول حوالي مثلا 12 واحد جاب رقم ده اهلي. ففي طبعا اللي بيشاركوا في الدوره 32 واحد فيعتبر انا دلوقتي اللي هو رقم 13 او 14 فاللي هو بعد الناس اللي رامي الرقم، فاللي هو الحمد لله انا مؤهل. وكابتن اسلام ابو سريع برده هو مؤهل برده، بس هو يعني محتاج ان هو يحسن الرانك بتاعه، يعني ان شاء الله ان هو يقدر يرمي في بطوله العرب دي هتحسن له الرانك بتاعه ان هو من 32 يبقى 30 يقدر يشارك معايا في الاولمبياد برده. طب خلينا نطلع لفاصل، بس عايز اعرف منك ان شاء الله بعد الفاصل الاستعدادات وايه يعني الدعم اللي قدمه لك نادي الاهلي والدعم اللي قدمه لك الاتحاد. بس خلينا نطلع الفاصل اعزائي المشاهدين، نطلع الفاصل سريع ونرجع تاني نكمل حوارنا مع نجم مصر في رمي المطرقه مصطفى الجمل. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع مصطفى الجمل نجم مصر ونادي الاهلي في رمي المطرقه. مصطفى، كنا بنتكلم على الاولمبيات والاعداد ليها، وانت اكيد بيبقى لك نظره برضو، انت اكيد متابع الدنيا، شايف الدنيا اتغيرت عن اخر اولمبياد؟ في لعيبه ظهرت جديد، في لعيبه اتاخرت، ولا كل يوم في لعيبه ولا ما تقدرش تحكم؟ لا كل يوم في لعيبه جديده بتظهر، في صغير وفي لعيبه بتظهر وتختفي. يعني ما لحقش اشوفها مثلا في الاولمبياد تبقى ظهر في موسم، بشوف نتائجهم على النت يعني ببقى متابع كل النتائج بتاعت اللعيبه يعني اللي ظهر. لكن هم بيبقوا معروفين على الاتحاد الدولي في التوب ليست، وعارفين مين اللي بيرمي، يعني هم بيبقوا عمودين على الصوابع اللي معروفين، اللي هم دول المنافسه تبقى بينهم في الاولمبياد او بطوله العالم، ده بقى منافسه بينهم فبقى معروفين يعني. طب خلينا ناخد كده مداخله من صاحبك وصديقك ومدربك الكابتن خالد شوقي. اهلا بيك يا كابتن خالد. اهلا وسهلا بحضرتك، منور طبعا شاشه قناه النادي الاهلي، وبنشكرك ان انت معانا النهارده مدرب طبعا مصطفى. ايه الاخبار؟ طمنا، الاستعدادات ماشيه ازاي؟ والله الحمد لله احنا شغالين كويس، و مره على مرتين الصبح وبعد الظهر. التمرين فين يا كابتن خالد؟ التمرين فين؟ التمرين في استاد القاهره. في استاد القاهره. اتمرنوا الصبح الساعه كام وبالليل الساعه كام؟ يعني بنبدا تمرين الساعه 10، بنخلص في حدود الساعه 12:30، نبدا بالليل الساعه 4، بنخلص حوالي 6:30 او 7. يمكن اول بطوله رايح ان شاء الله مصطفى كازاخستان، مظبوط؟ ان شاء الله. هتبقى معايا كابتن خالد ولا هو رايح لوحده؟ لا ان شاء الله اكون موجود باذن الله. ان شاء الله. طيب طمنا على الدنيا عامله ايه، حالته يعني الفنيه، كلمنا عن التمرين، كلمنا استعداداتنا ايه للاولمبياد. والله احنا شغالين بقالنا اكتر من حوالي 6-7 شهور، طبعا فتره الكورونا كانت صعبه علينا ومرينا بازمات شويه في موضوع الاصابات ده، فان شاء الله يعني احنا في طريقنا لان احنا نكون على التاهيل كرقم، ونكون نعمل اكتر حاجه كويسه بالنسبه لنا في الاولمبياد السنه دي، خصوصا الاولمبياد اللي فاتت مصطفى ما قدرش يشارك فيها بسبب الاصابه طبعا، وكان جاهز انه يعمل حاجه كويسه، فان شاء الله المره دي يكون موفق ان شاء الله ونقدر نكون بصوره كويسه في طوكيو. طب كابتن خالد انت متابع الدنيا بره ايه؟ متابع ابطال العالم اللي بره اخبارهم ايه؟ ابطال بلادهم، ابطال قاراتهم، بتقعد تتفرج، متابع الدنيا بره اخبارها ايه؟ اكيد اكيد اكيد. طبعا. طب انت الماتشات دايما لايف، النتائج يعني بتابعها دايما. طب انت شايف كم يوم في امريكا بتلاقي الساعه 3:30 الفجر تصاحب اتفرج عليه. ما هو يعني برافو عليك، واكيد طبعا بتلخص لمصطفى الدنيا ماشيه ازاي والامور صح ولا غلطان. طب اكبر تحدي عندك ايه يا كابتن خالد من هنا الاولمبياد؟ والله هو اكبر تحدي فكره السفر في حد ذاتها، يعني قصه الكورونا احنا مثلا قعدنا حوالي اكثر من شهرين عشان ناخد فيزا. طبعا ان انت تروح تشارك عشان تستعد، او انا طول السنه دي مش عارف اطلع من معسكر خالص بسبب الوضع بتاع الكورونا في العالم كله، يعني ده بالنسبه لي السنه دي اكبر تحدي. صحيح، ده مش تحدي، ده جاهز من غير ما تلعب مشاركات او تلعب معاهم، لان دايما عندنا لقاءات كتير مش قادرين نشارك فيها بسبب الوضع ده. خلي بالك ده مش تحدي عندكم بس يا كابتن خالد، ده تحدي للعالم كله. طيب خليني اقول ايه اكبر حاجه ايجابيه شايفها في مصطفى يا كابتن خالد؟ عزيمته خصوصا بعد اللي مر بيه الفتره اللي فاتت مصطفى، يعني اللي شافه في حجم الاصابات او الفتره اللي فاتت دي صعبه شويه عليه، بس لكن هو قدر ان يكون قادر يكمل ويتمرن ويشتغل، فدايما انا بحب فيه النقطه دي. طب ايه الحاجه اللي انت شايف انت دايما بتقف جنبه فيها؟ مش عايز اقول سلبيه طبعا لانه ده بطل عالم وبطل يعني من الابطال الذهب،
فايه الحاجه اللي انت دايما كل شويه تفكر مصطفى بيها؟ ان دايما لازم يعود نفسه انه يكون رقم واحد، يعني دايما مش عايز يفكر ان هو يكون رقم اثنين، دايما لازم تعود ان انت تكون رقم واحد. ان شاء الله باذن الله نبارك لكم يا كابتن خالد باذنك يا رب على ميداليه اولمبيه. كابتن خالد شوقي مدرب طبعا يعني مصطفى الجمل في النادي الاهلي منتخب مصر، بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن. شكرا. مصطفى يمكن كابتن خالد طبعا معاك طول الوقت وفي النادي الاهلي وفي المنتخب، بس هو اصغر منك. هو اصغر مني في السن. بس يعني اكيد انت قبل كده بتقولي رحت من غير مدرب. دي كان معايا الدكتور ناجي اسعد ساعتها في الوقت اللي انا سافرت فيه الاولمبياد، كان دكتور ناجي هو المدرب بتاعي. بس طبعا ما كانش فيه الماديات ان هم يقدروا يطلعوه للاداره الاولمبيه. طب الدعم دلوقتي افضل ليكم؟ لا الدعم افضل الحمد لله دلوقتي بعد موجود فيه، يعني غير النادي الاهلي، النادي الاهلي ده بيتنا يعني ما فيش اي طبعاً. اختلاف عليه بقى فيه دلوقتي رعاه بيجوا دلوقتي للعيبه وشركات تسويق هي اللي بتسوق للعيبه دي، فطبعا احنا دلوقتي بقى عندنا الشركات دي بيساعدوا دلوقتي الواحد في الحاجات دي انه خلاص يعني لو لا قدر الله مفيش فلوس مثلا هنا هم يبقى الفلوس موجوده هنا، يعني بيقدروا يلحقوا الدنيا. بس خلي بالك برضو احنا يعني بنطلب دعم اكتر، يعني انا واحد نفسي الدعم يبقى اكتر يعني كده الواحد هو مش محتاج حاجه من اللاعب غير ان هو يكون مستريح ذهنيا، فكرش في اي حاجه غير ان هو رايح يلعب، عشان لما يجي يتحاسب بعد كده لا قدر الله ان اخطا في حاجه انت ايه اللي مثلا كان مضايقك، انت توفر لك كذا وكذا 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 كنت مستريح، اقدر احاسب اللعيب بعد كده. لكن ما اجيش انا ما بديش واجي احاسب اقول له انت ما جبتليش ليه الميداليه، ما انت ما اديتش عشان ما تلاقيش. صحيح. فهي دي النقطه اللي احنا كان فيها اللي هو يبقى فيه الدعم بزياده اكتر، مش لالعاب القوه بس، الدنيا احسن طبعا، هي الدنيا احسن. ولكن خلي بالك العاب القوه اصلها هتشتغل هتلاقي، تمام صح، وهتصرف هتلاقي، فهي الدعم طبعا اكيد بعد. طبعا دكتور اشرف صبح الحقيقه من الناس اللي حريصه دايما على اللعب الكاراتيه اصلا. فالدكتور اشرف صبحي عارف قيمه الالعاب الفرديه وان هي ممكن تجيب ميداليه، فنتمنى طبعا الدعم يكون افضل باذن الله. ان شاء الله انت هتخلص كازاخستان هتروح على بطوله افريقيا ان شاء الله، في نيجيريا تلعب ان شاء الله، وبعد كده هتتوجه للاولمبياد ولا ترجع مصر باذن الله. هو هنشوف ايه بقى الخطه اللي هتبقى بعد نيجيريا ان شاء الله. نيجيريا دي في شهر 6، هي في اخر 6 بس احنا مش عارفين لسه ايه اللي هيحل في طوكيو، يعني احنا سامعين اقاويل هل هيبقى في دخول قبل اللعب بفتره كبيره، فتره حجر 14 يوم ده اللي كان حاجه في اخر اجتماع مع الدكتور حسن كمال لما اتكلم فيه ان احتمال يبقى فيه عزل قبل. مش احتمال ده اكيد، ان هو بس عايزين كمان مكان للعزل يكون مجهز للتدريب اللعيبه يعني هناك في طوكيو، ان يكون المكان ده مش هينفع ان اللعيب يروح يقعد 14 يوم ما بيتمرنش. بس خلي بالك كوكب اليابان بيعمل كل حاجه، ما هو بيعملوا كل حاجه وانا عارف. سيب نفسك سيب. بس عايز اقول لك بالرغم من اليابان كده بس احنا ابهرناهم في كاس العالم اللي فات. فعلا الناس اتكلمت فعلا عن كاس العالم جدا، يعني ما شاء الله اللي اتعمل ده افتتاح والكلام ده كله كان ما شاء الله كويس جدا. يعني انت ممكن شهر، خلينا نفكر معاك شهر 6 خلاص، يعني ممكن يبقى ممكن على 10 7 تسافر، لان هتلعب 23 صح؟ 23 لا ده انت ممكن تسافر 8 كمان، ممكن 8 ممكن اول 7 احنا لسه مش عارفين ايه اللي هيتم، ان هم يسافروا اللعيبه ان يقعدوا الحجر بتاعهم وبعد كده يتنقلوا من مكان الحجر للمكان بقى المعسكر اللي هو المكان اللي هيتلعب فيه البطوله. ممكن يبقى نفس المكان، ممكن يبقى نفس المكان بس ممكن. طبعا هو انت بس اتوقع يعني مع كوكب اليابان لا، يعني لو هيودوك من مكان لمكان خلاص المكان ده ممكن بالظبط هنفجره خلاص هيقلب لك الدنيا. بس خليني اقول لك برضو احنا بنفكر هيعمل لك مسحه وما تروح، بس اكيد في يومين ثلاثه هتقعد من غير تمرين. ده في مساحات كل 5 ايام، هنقول مثلا اول مسحه هتروحها، بس هنجيب تفاصيل طبعا. بس بعد اول مسحه دي بالذات لازم يتاكد ان انت جاي سليم، اللي هو انت سليم ما فيكش حاجه، فلازم بيعزلك طول الفتره بقى لحد الماتش. حتى كان الماتش بيبقى بيتلعب النهارده بتاع مثلا المطرقه بيبقى بيديك يوم بعديه، اليوم اللي بعديه هو بيبقى الماتش الفاينل على طول، يعني ده السيمي فاينل ده الفاينل. دلوقتي انا سامع ان المده كبرت طبعا، يعني بقى النهارده سيمي فاينل 5 ايام 6 ايام هيعمل مسحه بعد الفاينل، مسحه وبعد 5 6 ايام ويخش. طب انت جاهز للنظام ده؟ والله انا بطور يعني من دلوقتي حالا، انا قافل على نفسي يعني انا ماشي بالكمامه بالحاجه، يعني قافل على نفسي ما بنزلش من البيت غير ان انا رايح التمرين راجع من التمرين على البيت بس، ما بروحش اي مكان، اللي هو برضه الواحد ما يضمنش الظروف، فالواحد بيبقى قافل على نفسه بس ما يجيش التعب ده كله بالزبط. يروح في الاخر على 4-5 ساعات تمرين في اليوم صح، وحلم دلوقتي بس شخط احنا فتره ماتشات، لكن في الاعداد بيبقى اكتر من كده، ساعات بيوصلوا 3 فترات تدريب كمان. طب انت طمني في اصابات في حاجه؟ لا الحمد لله الحمد لله بفضل الله ماشيين كويس، ربنا يستر علينا بس لحد باذن الله يا رب. ان شاء الله دايما الامور ماشيه، ونتمنى لك ان شاء الله مصطفى ان انت باذن الله يعني
تبقى عندك او تحقق ميداليه وهنبقى اسعد يا رب ان شاء الله. يا رب باذن الله ربنا يخليك يا مصطفى الجمل نجم طبعا النادي الاهلي ومنتخب مصر ونجم مصر وافريقيا كلها في رمي المطرقه. بشكرك شكرا جزيلا ونشكر حضرتك ربنا يخليك يا استاذ. نتمنى نكون يعني على قد ما نقدر ادينا لك لا ربنا يخليك فوق راسي ربنا يخليك يا استاذ. شكرا كابتن مصطفى ربنا يخليك شكرا. ده كان لقائنا مع مصطفى الجمل وريناكم بس جزء من حجم المعاناه اللي هو شافها من اصابات واعداد وتمرين وقفل على نفسه في وقت صعب جائحه كورونا. احنا بنشكره ونوجه له كل التحيه ونتمنى له كل التوفيق. انتظرونا وبنشكركم طبعا على حسن المتابعه. انتظرونا في حلقه جديده قادمه من الابطال.